اوكي فري ذا فيلجر. اوه شوف 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 شوف، الله 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 كثيرين هنا، يا ساتر يا ساتر. اوت اوكي ذبحناها ولفنا، يا سلام هذا اول قرى وانقذناه. السلام عليكم، حياكم الله من جديد في مقطع ثاني. نائب سينسا معاكم، ورجعنا لكم في لعبه جديده باسم ماينكرافت دانجن. قبل ما نبدأ أذكركم بشهر جديد، يا ريت ما زال الاشتراك، وأتمنى تنشروا القناة مواقع التواصل الاجتماعي، أكون شاكر لكم. وأخيرا اليوم نزلت واحدة من الألعاب اللي أنا شخصيا منتظرها بفترة طويلة، اللي هي ماينكرافت دانجن. بشكل سريع طبعا، اللعبة ما هي مثل ماينكرافت إنك تخش سيرفر أو عالم وتبني وهذا الأشياء، لا لا، اللعبة عبارة عن مغامرة. والشيء الجميل اللي فيها تقدر تلعب لوحدك، تقدر تلعب على كواب من لعيبين إلى 4 لعيبة. طبعا اللعبة متوفرة على اكس بوكس، على البي سي، على البلاي ستيشن، وعلى نينتندو سويتش. فيب صحكم انكم تجربونها، اللعبة مرة ممتعة ومرة جميلة. ان شاء الله راح نخلي سلسلة جميلة وتكون ممتعة في القناة هذه للعبة هذه. فاذا انت جديد واول مرة على القناة هذه، يا ريت تشترك علشان تشوف اكثر، سواء للعبه ماينكرافت دنجن او غيره. على العموم، لعبت مرحله او مرحلتين، وهذا شخصيتي، لكن راح اجيب شخصيه جديده. تمام، تقدر ايش تسوي شخصيه من هنا؟ عندك شخصيات كثيره، بعضهم مقفلين. هذا دي ال سي عجيب والله، دي ال سي، هذا دي ال سي، هذا دي ال سي. اوكي، وبعضها لا، هذا حق ماينكرافت القديم اللي موجود. اوكي كلي مختار، كلي مختار هذا ولا والله ما ادري. اوكي خليني اختار هذا. تمام، راح تلعب اول حاجه المرحله الاولى، مرحله نوع ما ميكلون او شينج سكين. اوكي ديليت هيرو، لا خلينا نلعب. فيب خلينا نبدا ونشوف. اوكي هذه عندك على اليمين مكتوب اوف لاين جيم، او تخليه اون لاين جيم. راح نكون اون لاين جيم، لكن في البدايه راح تلعب مرحله اساسيه، راح تكون كذا سريعة. فيلا خلينا نبدأ. The village is burning. No doubt this is the work of the evil arch Illager and his minions. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. هذه القصة تعلمنا. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers have need of you. يا سلام. لازم ننقذ الفيلجر من هذول الزومبي والسكيلتون. في ايش يعني الشيء الجميل؟ ايش الحس المانكرافت؟ شوف البنايات، شوف البلوكات، وشوف الحركات. هذا اللي هو من بدينا هنا. عندك تحت الانفنتوري بسهم فوق، وعندك ارتفاكتات تقدر تستخدمها اللي هو مثلا باكس وواي وبي. عندك مثلا الهيلينج بال1 او ال بي، وعندك الباب الماب بسهم تحت، وعندك الدوتش او الرول اللي هو ار بي، او ايش الجير اللي على اليمين. يب يضرب اكس او اي بالنسبة للاكس بوكس. يا سلام، في اسرار كذا، فيفضل انك ايش يعني تحاول يعني تفتش في الاماكن. واتوقع انه كل ماب راح يتغير من مرة لمرة، لكن في مناطق اساسية لكن غيره يتغير. فيب لعبة جميلة. هذه العملة الاساسية اللي هي الاميرالد، فحنحاول نجمع منها عشان بعدين نشتري فيها اسلحة. اوكي حصلنا اسهم، يا سلام. اسهم يطلق بار تي او ار ار تي، نعم ار 2. ذبحنا هذا، يا سلام. الزوم انك ايش او الزوم، تصوب بس تلف الشاشه او اللاعب على العدو اللي تبغى تطلق عليه، تطلق عليه على طول بار تي او ار 2 زي كذا. يوس تسوي هولد ار تي برضو يحمي الطلقه يكون دمج عالي. لسه اتعلم في اللعبه هذه. في اسلحه اللي لاحظته انه في انواع كثيره من الاسلحه، والشيء الجميل ايش؟ انه تضطر انك تغير اسلوب لعبك، لان كل شوي راح تحصل سلاح افضل من سلاحك. ومثلا لقيت مثلا فاس كذا عجبك، بعد مرحله مرحلتين راح تحصل سلاح احسن منه، يكون اقوى. فنوع ما تضطر انك تغير اسلوب لعبك. اوه نايس. سكيور ذا، اوكي ما قريت كامل. اوكي هنا في سبلاي، اسهم وخبز. خبز يعتبر هيلينج. جميل. اوكي في مكان، يب شوف الخريطه بس عشان تعرف الاماكن. هذه زي ما تقول انها توتوريال، طبعا الزام تلعبها. اتوقع هذه المرحله لازم تلعبها لوحدك،
ما تقدر تدخل اي احد معك في المرحله لين ما توصل الكامب تبعه. اوكي اوه هذا هو اساس البلا يا جماعه الخير. تضحك ها. اوكي الحين رسمني وحوش وحاول نذبحها. هم فيليجر اسمهم ذولي صح؟ والله ما ادري نسيت اساميهم. في فيليجر وفي الفيليجر اللي هم القرويين اللي نعرفهم. اوكي اوه دحين يعلمني بالانشانتي. كل ما تلفل راح يجيك عمله بنفسجيه تمام؟ العمله البنفسجيه هذه تروح عند سلاح تضغط مثلث او واي وكل سلاح ايش؟ يكون فيه زي البفات تختار. فاير اسبي يقول لك ست موبز اون فاير فور 3 سكند. يا سلام هذا يخلي السيف ناري. هذه مره حلوه ابغاها. يب طبعا سلاح ابو كلبي فاقدر اطور تطويره واحده. يب شوف صار ايش؟ صار احرقهم. اوه نايس. اوكي سحبنا هذا يلا نكمل. اعطي ذا طلقه يا سلام. اعطيني الامرالد. اوكي الشست هذا كله ما عليك تسوي كذا يا سلام. اوكي بس الحبات امرالد قاعد في شيء كويس. اوه حصلنا ارتفاكت يا سلام. نركب الارتفاكتات هنا. الارتفاكتات تعتبر كانها صوبر يعني من فتره لفتره تقدر تستخدمها زي كذا. اوكي فمثلا هذا يخلي الطلقه حقك كذا انفجاريه. لكن لاحظ انه ايش؟ كل الارتفاكت له كول داون معين. اوكي وصلنا نتقدم نتبع العلامه هذه اللي تطلع في الخريطه فوق. اوكي اذا فتحت الخريطه يب شوفها نقطه صفراء. اوكي الحين رايحين عليها. سيت اب كامب يا سلام. هذه اكتملت المرحله الاولى. اوه يقول احنا تاخرنا على انقاذهم. اوكي ضبطنا الكامب. الحين الكامب راح تقدر ايش؟ تبدا ترسل اخوياك واصحابك دعوه عشان يلعبون معك وتشوف الخريطه حق الماب او الخريطه حق العالم. ايش المراحل وايش هذه الاشياء. يا سلام هذه اكتملت واعطوني هديه. خلينا نشوف ايش راح يطلع لي. اوكي فيشنج رود السناره صيد تعتبر كارتفاكت. اتوقع لما تصوب على واحد كذا ايش تسحبه. يب هذا هو الكامب حقنا. شوف هنا اتوقع في بيت هنا. يب هنا زي البيت حقك هنا. شوف المزرعة يعني كانك تلعب ماينكرافت كذا عارف البناية هذه حق القروين. خلينا نخش البيت حقنا. كرافتنج تيبل حركات. خلنا نزل جوة البيت يا ساتر. اوكي خلنا نحط بقرة احسن لهم. طيب اتوقع كل ما نفوز يكون ايش؟ سيلكت ميشن. اوه يمدي اختار ميشن على طول من هنا. يب شوف هذا هو العالم شايف؟ مراحل كلها مقفلة ما عندي الا هذه المرحلة. فيب خلينا بس ايش نجيب صديقنا عشان يساعدنا ونبدا نشوف ايش المراحل وايش المرحله اللي راح نلعبها. طيب هذه هي الخريطه عندنا المرحله الاولى هذه كريبر وود. ايش رايك نحط ايش الصعوبه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ يلا طبعا كل ما زدت الصعوبه يكون اللوت احسن بس عارف يعني يكون وحش اكثر و صعوبة أكثر. يلا بسم الله كريبر وود. أيوة By the Arch Illager's decree all free folk are now enemies of the Illager Empire. مدرعين حركات. These woods a caravan is transporting villager prisoners to labor in far off lands. Find the caravan and stop the Illagers. Well, there's no telling what dreadful doom will befall our villager friends. يا سلام جاهزين. كيف تتحرك انت؟ انا ما اتحرك. يلا let's go. طبعا كل ما زادوا اللعيبه في عالم زادت الصعوبه. شيء تخلي في بالك. اوكي اشوف سيف انا كيف يحرق. انا بويزن. اوي حصلت تي ان تي. التي ان تي لما تحصلها حاول تستفيد منها يعني زي كذا
رمي على ذولي كل اوكي اوكي لا تو احدث كده رجمت انت ابوه فاينل راحت فوق الجبل لازم توجه لعبك اوه ايش هذه طلعت علامة الصندوق كل شيء على الوكل لا مصدق هذا بوشن بوشن اوكي في صندوق صندوقين حق ايميرال بس اتوقع ايوه بعدين المرحلة راح ننقض واحد اللي هو بلاك سميث اذا رجعت عنده تدفع له فلوس وهو يعطيك سلاح عشوائي السلاح هذا العشوائي يكون على قد لفلك يعني كل ما كان لفلك احسن كل ما في نسبة كبيرة انه يعطيك اسلحة افضل exactly. في صناديق ايميرالد هنا سبلا هير هل جاي جاي نايس هذا اول واحد انقذنا وانا نساعد القروين كلهم ذولي مدرع يا اللي تطلع على الصندوق يا اخي انت عندك سلاحك ايش فيه خاصية إيه؟ اوه ايه ابيض ايش هي الخاصية؟ خاصية اللي قلنا انهم ينزلون بوشنات 100% كل جسم جيش اوه حلو والله ايه ومدينا طورها 100% وهي 300% ولسه اول تقطيع طيب وش رايك نستكشف منطقة هنا سحبنا عليها؟ يلا يلا استنى خذ المهدلة بس لانه مقطعتنا ورانا يلا هيك اوه ارمر صندوق؟ ارمر وصلت وصلتها في صندوق ولا مرمية؟ لا لا مرمية اللوت يكون كل واحد له لوت الخاص ما عدا الاسهم والبوشنات والاكل اللي يكون من يطلع من اللوكيشن من بعض الحيوانات هذه لا هذه اي واحد يقدر يشيلها لكن الاسلحه والدروع كل واحد له اسلحته ودروعه يعني شيء كويس ما في مقاتل على اللوت بوكس هنا جاي اوه شوف فاس والله فاس تي ان تي اوكي حصلنا فاس قوي والله ليفل 6 اوكي كويك يا سلام خلينا نطوره مثلا في بويزن كلاود يلا جاي هذه حلوه ثاندري اوه اوكي اذا طاح صاحب شوف في رقم لازم تحاول انك تنقض قبل ما ينتهي الرقم هذا اذا انتهى الرقم راح ايش كل اللعيبه يتدمجون فلازم تحاول تنقذ صاحبك على طول اول ما تشوف الدعم هيل نفسك يلا كثيرين سكلتون زين نايس شوف ثندر يهربون كلهم اللي حاله اخي الكهرك بذول يهربون ما انا اطلق عليك انا اوكي اللعبة اعتماد كبير على ايش؟ انك تفرم وتلوث كل شوية حصل لوت كويس تكسر له اوه اوكي هذا دنجن ها ندخله يلا يلا بسم الله ما نخش استنسل ادخش تعال ليش؟ مدمج مرة خايف يقابلنا طيب لا ما عليك ما عليك تعال ايه خلاص والله ايزي اوكي اصبر كيفك ردت فكيناها عشان نرجع لها مرة ثانية ايه اوه فاس ثاني كيف طلع انه ضعيف سلام سلام على الكهرب كفو الفاس والله الفاس مع الكهرب كاني ثور اللي في مارفل ما ادري ايش نطورها عندي صندوق ها كمي ابلع
شادو فور. اوه اختفي. افتح الصندوق. دروع يا سلام. خليني بس الدروع على السريع. احيانا يكون في اسرار يعني، فحاول شويه تكون ايش منتبه على هذه الاشياء. شوف هنا، هذه ما ادري هذه منطقه. تاكد. اوكي طحت. اذا طحت ما تموت. لا بس ايش لحظه، الشيلد حقك يعتمد على الاسهم صح؟ على البروتكشن. لا البروتكشن وولف ارمر. اي شيلد يعتمد على ويبن دامج بوست وهيلث بوشن. يب صادق والله. هذا هيلث بوشن هي نيربي. الله يعني لما هيل انا انت تهيل. يا سلام الخاصيه حلوه. تي ان تي معانا على طول. الحالات الطايره يعني. اوكي رميناها بالغلط. والله رميتها بالغلط يا اخ. هذه مشكله انه لما يكون معك تي ان تي ما تقدر تستخدم الارو حقه. ما ادري اذا هو في زر يعني يغير بين التي ان تي والارو. انا ما ادري والله. اوكي يب شوف الدنجن دخلنا من اليسار طلعنا من المنطقه هذه. باقي عندنا منطقه هنا خلينا نستكشفها نشوف اذا في حاجه جديده ولا لا. الله المكان مليان سكلتن. ابلع 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 ابلع. لا اوه بموت 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 بموت. بموت. اوكي والله كان طلق. اوكي اوكي اهرب 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 اهرب. خليني بس نهيد سريع سريع. اوكي هين. يا سلام خليني استخدم الاسهم. عندي 177 سهم. نايس نايس نايس. اوكي شوف اذا اقدر اطور اقدر اطور هذه صح. ريسايكل. Being hit by damage inflict project will constantly craft a small quiver of arrow. Ruling هذه برضو حلوة. بس خلينا نشوف نطور الاسهم حقنا. Bunch boost arrow push back. ايه هاي والله كلها ماشي صراحة. خلينا نشوف MD اذا في يعني. اوكي شوف هذا عندي الارو الثاني. Growing the fire shot grow in the air dealing extra damage to a distance target. Power boost arrow damage. هذه حلوة. هذه مرة حلوة. اوكي. سوي بوست للدمج. يعني خاصية تكون ايش على طول بالسلاح. شيء جدا جميل. اوكي ابلع انت هو ابلع. في احيانا ايش لازم تروح يعني في صناديق ما تظهر لك. اوكي فتحت الانفتبارة. الى لازم تروح ايش تروح كذا يعني الين الزاويه تبع المنطقه اذا فاهمين قصدي يعني ولا لا. اوكي تي ان تي ثاني. يا سلام ابلع ابلع. احس انه في شيست هنا. ابلع انت تي ان تي. اوه حلوه كانت. هلا زي كذا مثلا ما يظهر لك شيست الين مثلا توقف هنا. لو كان في تشيست هنا سري على طول راح يظهر يعني ما تشوف من بعيد. لا لازم تقرب لين عنده. فاحيانا ليش اجبار انك تمشي الى نهايه المنطقه. طيب خلينا بس نستكشف هنا زياده. ممكن يكون في لوت هنا يمين ولا يسار. اللعبه تعتمد بشكل كبير على اللوت. صراحه كان ودي اني يعني اللعبه هذه نوعا ما تصلح انها كستريم. نسوي ستريم وحاجه زي كذا. فما ادري اعطوني في التعليقات ايش رايكم. اذا حابين تشوفون ستريم للعبة هذه ولا لا. واذا حابين تشوفون ستريم يعني متى يكون الوقت بالضبط ايش افضل الوقت. وغير كذا راح ايش سواء نسوي الستريم ولا لا راح نكمل ايش. اوه في تيست هنا. نايس تي ان تي ثاني. حصلنا باو بس ضعيف. اوكي خلينا نكمل. فيب سواء نسوي الستريم ولا لا راح انزل المقطع في القناة كذا ولا كذا. يلا خلينا نكمل الان. اوه هذا اللي هم هنا مجمعين حركات. اوكي يا سلام كم معنا الفلوس. عندنا 159 امرالد. في كريبر تحت مفجر ابوه.
اوكي ابلع. ما ادري اذا هذا في مكان سري هنا ولا ايش السالفه. ما اتوقع. اوكي هنا ما في شيء. في خط هناك اتوقع اجباري نروح هنا. وهنا في منطقه كبيره شكله ما في اي حاجه. يب منطقه كذا كبيره بس ضيع وقت. اوه اوكي. يا بن الفكريبر على طول تعال هنا. عجبتني السناره تصلح لهذول انه ايش يحاولون يهربون منك صح، فانت تسحبهم من السناره وتسوي لهم ستان. شوف زي كذا اي سوينا له ستان. اوه هذا اوكي ما ادري ايش حصلت بوشن بس كفو. اوكي ابلع ابلع. الفاس حلو بس احسه بطيء، يعني في اسلحه سريعه بس مشكلتها ايش ما تدمج. لا في اسلحه كبيره تدمج بس بطيئه، فيب نوع ما يعتمد على الخواص اللي تحصلها في السلاح نفسه. اوكي ارو زياده ابلع ابلع. كم معنا ارو؟ 200 طلقه يا سلام. اوه في ايميرالد هنا اي. اوكي ما يصير اي شيء في المويه مشكله. تعال هنا ابلع وانت ابلع سلام. هي هي اوكي اعطينا اللي مدرعين شويه قوي يتنكون يعني. اوكي كلهم كلهم مسكلتهم خلاص خلاص مسكلتهم دول تعبونا بس طلق. اوكي موت موت تعال هنا موت. ابلع ابلع انت. نايس نايس شوت حلو ارتفكت هذا والله عجبني والله اللي يطلق لك كذا طلقه ايش متفجره. يا سلام اتوقع قربنا من النهاية. ما ادري اذا في المرحلة دي فيها بوس ولا لا. يقولون ان شاء الله انه في بوس. يكون شوية حماس. لعبت انا مرحلتين او ثلاث وصراحة قابلت كم بوس والله. قابلت كم بوس وصراحة اللعبة اوكي حلوة مع اخوياك حلوة. بس زي ما قلنا ايش كل ما زاد العدد زاد الصعوبة. هذا شيء شوية يعني فيها تحدي فيها تحدي. اذا كنت تحسب اللعبه هذه ان ايش حق ريلاكس وتشيل وتلعبها انت كذا، لا والله احيانا ليش تحتاج تعرق في اللعبه دي رجال. اوكي خروا او بدينا بدينا ايش نقابل ذول. هل ذول اللي اسمه بلجر والله ناس اسمه اللي يتذكر يذكرنا باسمهم ايش قول لي في التعليقات يا خليني اتذكر اساميهم. اوكي موت رقم واحد. اوه اوكي في بيت هنا خلينا نخش البيت نشوف. نايس سبلاي اكل واسهم عندي هذه. اوكي فلوس 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 فلوس. كام فاير ما في اي حاجه ثانيه. يلا طلعنا بدي اطلق على ذول من هنا. اوه نايس. اوه شوف في خنزيره على زي الصندوق هذا نحاول ايش نذبحها قبل ما يهرب. سويب وكذا اي كتب ذبحنا من ضرب واحد يا رجال. نايس حصلنا في صورد خمسة اللي معي افضل. اي اوكي معلش. وش المكان ذا كله عناكب كهف العناكب. اوكي في صندوق هنا وولف ارمر حلو نفس اللي معي. اوكي ثبتوني قبل انتو تعال ما تهرب مني. يا سلام ايوه حلوين حلوين. اوه في صندوق ثاني هنا. وش ايش راح يكون؟ بسم الله تح فاس. اوكي فاس بس نفس الكلام كله ضعيف. كله ضعيف يا رجال واحد انا ابغاها بس في مشكله ايش الضعيفه يعني حتى الدروع والاسلحه الضعيفه تلقاها تقدر تستفيد منها ايش؟ يسوي لها سالفج، سالفج اللي هو تكسرها. تكسرها علشان ايش؟ تحولها لفلوس، وهذا شيء جميل. تحولها لفلوس وتستفيد منها. اوكي فري ذا فيلجر. اوه شوف 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 الله 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 كثيرين هنا. يا ساتر يا ساتر. اوت. اوكي ذبحناهم ولفنا يا سلام، هذا اول قرو انقذناه. هلا هلا هلا. انقذنا يا سلام. هذا بلاك سميث صح؟ يب توقع هذا اذا انقذناهم ايش يروحون القريه حقه.
اتوقع والله كيف في خروف هنا ذبحنا على طول مسكين. هذا فلجر ثاني، هذا مزارع. اوكي انا زعلان، هذا جاي. يا سلام اللي بعده. اوكي وهذا قروي عادي، وفي بقره هنا اسحبها. انا بدي اسحب البقر. اوكي والله هذا معضل، لكن يلا موته. انا برضو معضلين مو بس انت. اوكي باقي علامتين صفرة هناك. اوكي هذا يقوي الاعداء، فحاول انك تذبحه اول واحد. يا سلام عليك، اعطيها رول واعطيها الضربة القاضية. اوكي سلام على الاكل، تنقذنا واحد ثاني. ابلع ابلع ابلع. اوكي باقي باقي كروي باللي هذا الاتجاه اللي هنا. يب شوفه فوق هنا، هل يطلع له من هنا؟ خير 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 خير. ابلع انت، شوف هذا الباب مقفل ما ينفتح لين ايش؟ لين ما انقض القرويين كلهم، وما عاد باقي الا قروي واحد. خلينا ننقضه. يا سلام شوف دحين ايش؟ الباب انفتح. السلام ابلع، تعال هنا تعال. اوكي يا سلام عليك. اوه اوه والله يضرب ضرب. اوكي ما عاد باقي الا ذول السكلتين. يا سلام والله الارتفكت رهيب، اللي زي ال زي الصاروخ. والله والله شو الزحمه ذي. اموت اموت اموت. شوي شوي هدوا يا اخي، ايش فيكم؟ ايش فيكم هذا؟ اوكي وذا وذا يلا حتى حنطلق. ها مو بس انت معكم اسهم. يا سلام والله الاسهم مره حلوه. المشكله ايش؟ انها تكون تخلص بسرعه يعني. يعني انتبه على الاسهم اللي معه زي هذه الحالات. اوه والله 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 يضربوني ضرب. خلاص 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 خليه خليه نهرب ونهيئ. اوه في صندوق هنا. يا سلام كويس انا رجعت. يا سلام هينا، يلا خليني نرجع لهم. نرجع لهم هيلثي فل وحركات. اوكي طيح الامرالد. اوه في صندوق هنا. يا سلام قتلناهم كلهم. هذا الصندوق هنا اسهم. اوكي اسهم عندي صندوق. ها تعال سبلاي. اوكي قتلنا السكلتن كله. في منطقتين عندنا هنا، هذه المنطقة الرئيسية وهنا منطقة جانبية. خلينا نشوف المنطقة الجانبية يكون حصل لوت كويس. اوكي كلها زومبي دحين، كل شيء ايش ما يطلقون على البيت. اوكي في سبايدرز تعال. اوكي موتنا. ليفلت ليفلي 5 انا. اوه والله المنطقة هنا كبيرة مرة. يا سلام يلا يلا يلا. كم عندك اسهم؟ 80 صح؟ انا كنت مكتوب 80 عندك. ايه 400 والله صار عندي كثير اصلا. يا في اي حاجة هنا؟ صندوق طلعنا؟ علمت على اعطيت علامة تشست ورا ورا ترى. تبارك. ايه كم في اسهم ترى؟ في هنا رغز. والله؟ هذا بو. لا لا بس كذا بس. ما في اي سكرت. يلا مشينا مشينا. اوه لاعب بطيء. اوكي بسرعة. يلا هذا المكان الرئيسي. جعلنا نسكرته مرة ثانية. والله ذا صراحة أحسن ارتفاكت حتى الآن عندي. الصاروخ مرة حلو. أحسه أحسن ارتفاكت حتى الآن يعني. دمج يرجع بسرعة. اسكيب. أوكي يبغانا نهرب. تعال 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 أنت. بوشن بصراحة. اوه يب يب اوكي كريبرات. الله 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 انتبه 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 انتبه. بس اصبر واحد فجأة.
واحد ثاني واحد ثاني. يا سلام. جست طيب غريب ما اعطانا جست. ما اعطاك من اول جست والله. اوكي يب هذا الفوز صح. الحمد لله فزنا فزنا. These villages are free from the clasp of the illagers. All thanks to you. يا سلام. الحين اتوقع راح مع كل مرحله يعطينا لوت معين. نشوف. ايوه لقينا صندوق ثاني. تيستي بون يقول لك يو هير ديستنس هاولينج as you hold the tasty bone in your hand. اتوقع ذي طول ما راح اصلها. ايب صار معنا كلب. خلينا نقول ديفا. انت ايش حصلت؟ ديث كاب ماشو. يخليك يعطيك دمج و اتاك سبيد. يب السبلاي حلو. ايوه جاء البلاك سميث. هذا البلاك سميث هنا ايش نشتري منه؟ بس قبل ما نشتري خلينا نكسر الاغراض هذه كلها الكلبيه هذه. شوف هذه نكسرها 15 انا ليفل 1 اوكي او ذا 16. هذا اعطاني انشانتنج واعطاني ليفل 15 حلو. يلا خلينا نجرب حظنا. هذا اول صندوق اعطانا السيف ليفل 1 ما ابغاه. اوكي هذا اخر صندوق. اوكي اعطانا دروع ليفل 7 كويس 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 افضل بكثير من دروعنا. خلينا نطورها نشوف ايش عندنا تطويره. ديفليكت جرانت سمول شانس تو ديفليكت انكمنج بروجكت. هذا لما احد يطلق عليك في نسبه انه ترجع في وجهه. كول داون ريدوس ذا كول داون تايم بتوين يوز اوف ارتيفاكت هيلث سينج وين اكتيفيتد ان ارتيفاكت. والله هذا حلوه كل ما فعل ارتيفاكت تهيئ. حلو 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 نفعل ارتفكتات على طول. يا سلام. كل ما نكمل مغامرة راح ايش يجون ناس جدد. اتوقع في بيع ثاني يجي هنا وبرضه في نفس الوقت ايش البيت حقه يتطور. خلينا نفتح خريطة مرة ثانية ونشوف ايش المراحل. يب هذا شوف هذه خلصناها صار عليها صح، لكن تقدر تعيدها بايش بصعوبة اكثر. يكون في لوت اكثر ونفس المرحلة بس ايش يكون فيها لوت احسن احتمال. ما راح نعيدها يب، فراح نحاول المراحل الجديدة هذه. شوف هنا في تقدر تختار أي مرحلة ويعلمك إيش كم الباور حق المرحلة هذه. ريكومندد باور شوف هنا 4 هنا كم هنا 4 يب والله كلها 4 تصدق. تقدر نختار أي مرحلة ونروح على طول. بس دي مقفلة يعني ما بدأ لازم تفك يعني كلها مفكوة يعني. بس إجبار نحن إيش نلعب هذه المراحل كلها. على كذا وصلنا اخر نهايه المقطع. راح نكمل ان شاء الله. فيب اكتبوا في التعليقات ايش رايكم في اللعبه، ايش الاسلوب في اللعبه هذه حابين تشوفونه. انا متحمس لها صراحه جدا متحمس جدا. عارفين شايفين كيف المراحل كثيره وكل مرحله خاصه فيها كذا يعني ايش رسمها الخاصه ضريسها خاصه بوسات وحركات. فيب واسرار جميله صراحه. متحمس جدا من اللعبة هاي يلعبها معاكم. فأتمنى أنكم استمتعتوا. إذا شفت المقطع لين نهايته يعطيك ألف عافية. وإذا أنت متابع جديد أتمنى أنك تشترك بالقناة وتضغط زر اللايك. هذا راح يساعدني بشكل كبير. على العموم كان معكم نايم سنسة. أشوفكم على خير في المقاطع الجاية. السلام عليكم.